ينظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ملتقى أديبات الإمارات، وفي دورته السادسة كان العنوان هو التجربة والأثر. طبعا التجربة والأثر نعني فيها هي قراءة في تجارب المبدعات الإماراتيات في مجال الشعر والقصة والرواية، وفي مجال أيضا النقد الأدبي، والأثر الذي تركته أو الذي ترغب أو تطمح أن تتركه كل مبدعة في مجال إبداعها الذي تسعى دائما إلى تطويره. طبعا هو هناك عدد من الجلسات وهناك عدد من اللقاءات. هذه اللقاءات عززت العلاقة ما بين الكاتبات الإماراتيات، وهناك حضور لافت للانتباه من حيث المشاركة ومن حيث أيضا التفاعل من باقي الأديبات ومن جمهور الثقافة والأدب في الساحة الأدبية في دولة الإمارات.